مرحبا بكم في هذا الفيديو. سنشتغل على التعبير الكتابي دائما من مرجع المنير في اللغة العربية للسنة الخامسة ابتدائي. الموضوع هو تلخيص نص سردي، الحصة الأولى، الإعداد للكتابة. إذا أتهيأ. المطلوب أولا: أتذكر ما دار بين أفراد أسرة عمر في نص الخبر السعيد. إذا سبق وأن تعرفنا على نص الخبر السعيد وعلى الأحداث الواردة فيه، سنتذكرها أو سنذكر بها الآن أيضا. إذا أهم الأحداث الواردة في النص هي إخبار عمر عندما عاد إلى البيت، إخباره لأفراد الأسرة بالسفر إلى أرض الوطن خلال عطلة هذه السنة. ثم بعد ذلك فرحة أفراد الأسرة، أو فرح أفراد الأسرة، أو فرح أفراد الأسرة وابتهاجهم بهذا الخبر السعيد. أيضا تعرفنا في النص على استرجاع عمر لذكريات رحلته الأولى إلى أرض المهجر في حواره مع حفيدته ملاك، وذكره الميادين التي اشتغل فيها المغاربة. تعرفنا على أن المغاربة اشتغلوا في الصناعة والتجارة والخدمات والمسؤوليات الإدارية إلى غير ذلك. أيضا فعمر تحدث عن تطور هجرة المغاربة إلى الخارج، بحيث في البداية أو خلال سبعينيات القرن الماضي كانت تعد بالآلاف فقط، بينما في وقتنا الحاضر فهي تعدت 4 ملايين مهاجر. وفي نهاية النص تعرفنا على مساهمة مغاربة العالم في تنمية بلدهم والتعريف به والحفاظ على ثقافته وعلى تراثه إلى غير ذلك، وهذا ما أشارت إليه الأم زينب. إذن أخطط، أقرأ النص الوظيفي الخبر السعيد قراءة فاحصة لألخصه. إذن يمكنكم العودة لقراءة نص الخبر السعيد مرة أخرى، قراءة مركزة، قراءة فاحصة، استعدادا لتلخيصه. ولتلخيص النص سنحتاج إلى استخراج الحدث الرئيس في النص. إذن ما هو الحدث الرئيس في النص؟ إذن يمكن أن نحدد الحدث الرئيس في النص هكذا: إذا فرح الأسرة وابتهاجها بعد تلقي خبر قضاء العطلة بأرض الوطن، واسترجاع ذكريات الهجرة، ودور المهاجرين المغاربة في تنمية بلدهم. إذا هذا هو الحدث الرئيسي في النص، ويمكن أن نقتصر على الحدث الرئيسي هو قرار الأب بأن تقضي الأسرة عطلتها المقبلة بأرض الوطن. ثم أيضا لتلخيص النص سنحتاج إلى استخراج الأفكار الأساس أو الحدث الأساس لكل فقرة. إذا هذه الأحداث يمكن أن نستخرجها هكذا: إذا عودة عمر إلى البيت، ونقله خبر قضاء العطلة بالمغرب لأفراد أسرته. أيضا ابتهاج أفراد الأسرة بهذا الخبر السعيد. ثم استرجاع عمر لذكريات هجرته الأولى لأرض المهجر. وأيضا لدينا حوار حول تطور أعداد المهاجرين وبلدان ومناطق الاستقبال، هذا أيضا ورد في النص. وأخيرا ذكر الأم لأهمية مغاربة العالم ودورهم في تنمية بلدهم والتعريف به. ثم المرحلة الثالثة: أحدد الكلمات المفاتيح في كل فقرة. إذا سنعود إلى هذه الأحداث وسنحدد الكلمات المفاتيح. إذا الكلمة المفتاح هنا لدينا عودة عمر إلى البيت، نقله خبر قضاء العطلة بأرض الوطن، أيضا كلمة ابتهاج هنا، استرجاع ذكريات الهجرة الأولى، تطور أعداد المهاجرين،
أيضا أهمية مغاربة العالم. إذن هذه هي الكلمات المفاتيح التي سنركز عليها في تلخيصنا لهذا النص. وأخيرا أختار الروابط المناسبة، أي أدوات الربط التي يمكن أن نوظفها في تلخيصنا للنص والربط بين أفكاره. إذن مثلا يمكن أن نستخدم الفاء التي تفيد الترتيب، مثلا سنذكر حدثا وبعد الحدث المباشر سنوظف هذه الفاء، سنتعرف على ذلك عندما سنلخص النص. أيضا الواو، أيضا ثم، أيضا سنستعمل كذلك أو لذلك، أيضا ممكن أن نستعمل وأخيرا إلى غير ذلك من أدوات الربط، أو ممكن أن نستعمل أيضا بالإضافة إلى ذلك أو إلى كذا وكذا. إذن هذه هي أدوات الربط المناسبة. الآن أرتب الأحداث حسب تسلسلها. إذن سنعود إلى هذه الأحداث وهي مرتبة حسب تسلسلها في النص. إذن الحدث الأول كان هو عودة عمر إلى البيت ونقله خبر قضاء الأسرة قضاء العطلة بالمغرب لأفراد أسرته. الحدث الثاني ابتهاج أفراد الأسرة. الحدث الثالث استرجاع عمر لذكريات هجرته الأولى لأرض المهجر. الحدث الرابع حوار حول تطور أعداد المهاجرين إلى غير ذلك. والحدث الأخير ذكر الأم لأهمية مغاربة العالم ودورهم في تنمية بلدهم والتعريف به. إذن الحصة الثانية دائما مع تلخيص النص. الآن مرحلة الإنجاز. إذا مرحلة الإنجاز هناك المحاولة الأولى. إذا المحاولة الأولى نكتب فيها الموضوع كتابة أولية، سنعود إليها فيما بعد لتعديلها وتنقيح ما كتبناه. إذا أستعين بما خططت له في الحصة السابقة وأعدل ما يحتاج إلى تعديل بمساعدة صديقي أو صديقتي، ثم أكتب مسودة ألخص فيها النص السردي بتوظيف ما تعلمته. إذا المسودة هو ما نكتبه في ما يعرف بورقة الوسخ. إذا مثلا سنلخص هذا النص شفويا وكأننا نكتب في المسودة. سنقول يحكي لنا النص عن عودة عمر إلى البيت ونقله خبر قضاء العطلة بالمغرب لأفراد أسرته. فاستقبل أفراد الأسرة هذا الخبر السعيد بابتهاج وفرحة وسرور. ثم استرجاع عمر لذكريات هجرته الأولى لأرض المهجر وكذا حواره حول تطور أعداد المهاجرين المغاربة بالإضافة إلى بلدان ومناطق الاستقبال. وأخيرا ذكر الأم لأهمية مغاربة العالم ودورهم في تنمية بلدهم والتعريف به وكذا في الترويج لثقافته والتشبث بقيمه، إضافة إلى مد جسور التواصل والتعارف مع بينهم وبين الدول المستقبلة لهم. إذن بعد مراجعتنا لما أنتجناه وما كتبناه في المحاولة الأولى، سنعود إلى النص ونصحح أخطاءنا ونضيف ما نريد ونحذف ما هو زائد إلى غير ذلك، لنقدم منتوجنا في النهاية كما يلي. إذن هذا نموذج أعددته لكم، يمكنكم الاستعانة به والكتابة على منواله. إذن هذا النص، نص الخبر السعيد، يمكن أن نلخصه هكذا: تدور أحداث النص حول عمر الذي عاد إلى البيت ناقلا خبرا سعيدا لأفراد أسرته يتعلق بقضائهم العطلة بأرض الوطن. فساد جو من الفرحة والابتهاج وسط البيت. إذا نحن استخدمنا حرف العطف فاء، الفاء اللي هو فاء، واستخدمنا أيضا الواو.
فساد جو من الفرحة والابتهاج وسط البيت. ثم إذا نحن أيضا استعملنا ثم استرجاع عمر لذكرياته عندما هاجر لأول مرة واستقر بالمهجر، وحديثه عن المهاجرين المغاربة في ذلك الوقت والمهن التي اشتغلوا بها وتطور أعدادهم مع مرور السنين. إضافة إلى ذلك أشار النص إلى ذكر الأم للأدوار المختلفة التي يلعبها مغاربة العالم من أجل تنمية بلدهم والتعريف به وبنائهم لعلاقات متينة مع الدول المستقبلة لهم. إذن هكذا يمكن أن نلخص هذا النص، وهذا نموذج فقط أمامكم يمكنكم الاستعانة به.